اجتاحت عاصفة شتوية عاتية نيويورك وجانبا كبيرا من شمال شرق الولايات المتحدة أمس، ما أدى إلى تعطل الشركات والمدارس وشبكات النقل، مع تساقط ثلوج بلغ سمكها 60 سنتيمترا على المدينة. وألغت السلطات أكثر من 1000 رحلة جوية في المطارات الثلاثة الرئيسية للمدينة، فيما تم إرسال 1600 جرافة لمختلف أنحاء نيويورك لاحتواء تداعيات العاصفة التي تعد الثالثة التي تجتاح المنطقة خلال شهر.